مشاهدين برنامج لايف المشاهير، هي معنا حدا اليوم الفنانه ندى ريحان. مرحبا بك معنا في لايف المشاهير. عسلامه، مرحبا بي عندكم، مرحبا بكم عندنا. وبيك اهلا تعيشي اليوم. الله يبارك ما شاء الله، نشوف فيك بزي النيلي. احكي لنا كيفاش حتى خيرتي هذه الاطلاله؟ والله صراحة هذه هدية جاتني من مصممة أزياء أم سعيد من ولاد سيدي نايل. نقولها يعطيك الصحة، وحضرتها لي في وقت وجيز، ووعدتها إن شاء الله، قلت كي نروح ليفينمون نلبسها لها. صراحة أنا نحب بزاف الأزياء التقليدية تاعنا، ونحب دائما أنه نشجع المصممين حتى اللي ماشي باينين أنهم باش يبينوا المواهب تاعهم. أكيد المشاهدين الآن يوم يشوفوا في الفنانة ندى ريحان ويحبوا أعمالها، راهم يتسألوا وشنو هو جديدها؟ جديدي على حسب اللباس اللي لابساته، واش رايك؟ باينه باللي طوب. اكيد نايلي. اكيد نايلي. هي ما تعطيني مقطع؟ لا ما نقدرش. مقطع صغير برك، مقطع صغير. لا ما نقدرش نمد لك مقطع. يا سيدي عنوان الاغنيه. حتى هي ما نقدرش. وحاجه حصريه، راكي بنت البرنامج وقناه الشروق متابعينها كامل يحبوك. لا نقدر نعمل لك تكريم الفنانه تاعنا. جيناكم زيار وقاسدين الدار، وحلوا الباب الشرقي حاملين الأزهار. لا حبايب قلبي حاملين الأزهار، لا حبايب قلبي. الله يرحمها يوسع عليها. امين ان شاء الله، ربي يرحم جميع موتى المسلمين. سمعتي بقضيه حيزيه وسنين الاعرج؟ هو كاتب روائي جزائري او وجد باش يكتب روايه عليها، ويقول انه شخصيه سعيد شخصيه وهميه وحيزيه ماتت انها ماتت مسمومه ماشي مريضه. والله انا مازال ما سمعتش هذه القضيه، لكن احنا من صغرنا نعرفوا انه حيزيه سعيد هو ولد عمها، وكان بيناتهم عشق. يعني هذه اول مره. فحافظ شويه من مقطع حيزيه. عزوني يا ملاح في رايس البنات، سكنت دار الحود ناري مقدية، وقلبي سافر مع الراحلة حيزية. الله يبارك ما شاء الله عليك.